هو حضرتك فهمتي البيان اللي طلع الصفحة الرسمية من ساعة ونص تقريبا من رئاسة الجمهورية؟ عشان احنا ما فهمناش قوي. هقرا البيان من رئاسة الجمهورية 8 ابريل. في إطار متابعة السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لأحداث العنف التي شهدتها مصر مؤخرا، أصدر سيادته اليوم أوامره بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة الذي يستهدف تعزيز تلك القيم ونشر ثقافة المواطنة وتعميق الوعي بها والإسهام في إيجاد ضمانات قانونية وواقعية تكفل العدالة والمساواة بين أبناء الشعب المصري بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المعتقد. ارتباطا بذلك، تدعو مؤسسة الرئاسة كافة القوى السياسية والوطنية إلى التقدم بمقترحات فيما يتعلق بتشكيل المجلس وصلاحياته وسبل تفعيله. هو إيه يا أستاذة المجلس الوطني للعدالة والمساواة ده؟ احنا حاولنا نعرف هو إيه، ما يعني ما جاتلناش إجابة واضحة كده. الرئاسة قدام كل حدث، يعني على قد ما أنا شايفة، بتحاول توجد كيان آخر موازي لكيانات موجودة وما بتتعاملش مع الكيان الموجود. في حاجة شبيهة يمكن، يعني المجلس الوطني له علاقة بعد، يعني أثناء حكومة عصام شرف كان في حاجة اتشكلت يمكن مش بنفس الاسم بدقة، مش عارفين هو ده اللي قصده عليه ولا قصده حاجة تانية جديدة هو هيشكلها. البيان ده بيان ممكن نعمله على الفترة الأطول، على الأبد، على المدى البعيد. على المدى البعيد. دلوقتي حالا ناس مجروحة، بلد بتضيع، مصر بتروح منك يا ريس، ايه في ايه؟ هنعمل ايه؟ عندك صور متاخدة، عندك ناس متصورة، عندك وزير كان واقف ما عملش حاجة، راح بالليل متأخر يزور المكان. عملت ايه؟ في ايه؟ في ايه يا ريس؟ فين رئيس الوزراء؟ مجلس الشورى احنا طالبين بيان بكرة عاجل بدعوة رئيس الوزراء في حضور جلسة خاصة، لانه من ضمن التخصص ممكن مجلس الشورى. استاذه ناديه هنري تروح الكاتدرائيه بقلب جامد ومن غير ما تعمل حساب لاي اصوات مناهضه او غاضبه منها، لما اكون على قد المسؤوليه. ناديه هنري عضو مجلس الشورى المعين اللي حاولت امبارح تقدم نوع من المساعده والدعم لمن كانوا في الكاتدرائيه وقوبلت برفض لهذه الزياره، كانت معنا على الهواء. شكرا جزيلا استاذه ناديه. وهنشوف بكره مجلس الشورى او البيان اللي حضرتك منتظراه اذا كان هيحصل ولا لا، او اذا كان في شيء هيتبدى في ساعات الليل من عدمه. شكرا جزيلا. شكرا ليك.